دي بتاعت العنبك دي، دي حجمها وسط بس تلاقي كلها بطاريخ من جوه. ادينا واحدة ولا تحت طبعا لما نلاقي السفنج دينا على بص هو هنا ايه؟ ان شاء الله. دي كده وصل بس بطروخها مش مليان كمان دي. دي تلاقيها مترفعة أكتر من كده. حنية. كابوريا حنية. دي بتبقى حلوة في إيه؟ دي احلى حاجه اللي هي بتتشوى بس بالخلطه بقى عشان ما تبقاش ما تنشفش. السله دي ايه بالخلطه؟ سعرها كيلو 20، سعرها 75. كيلو ثاني يا مصر معاهم 2 كيلو دجاج. طماطم البحر برضه دي جميله قوي، حاجه ما شاء الله عليها دي. طماطم البحر دي مأكولات البحريه، مأكولات البحريه اللي مشهوره جدا في السويس. دي بطرخه دي الاورنج ده يا جماعه ده المطروح بتاعها. الطبق ده يعمل له قد ايه؟ كيلو لحم صافي. كيلو لحم صافي ب 100 جنيه؟ وده؟ ده اسمه لوكس، وفي عندي سرمبار. ده لوكس؟ بكام؟ ده لوكس ده كيلو لحم صافي ب 50 جنيه. 50 جنيه. كيلو تاني اهو. طبعا المأكولات البحرية دي غنية بالفيتامينات جدا جدا، مليانة فيتامينات ومفيدة جدا جدا، ممكن تعملوها شوربة وممكن يعملوها سندوتشات زي ده. مش هتنفع شوربة. ليه بقى؟ عشان خاطر ديت لحم صافي لو دخلت في الشوربه بتتهري. هي ممكن تخش في السيفود، في شوربه السيفود اللي هي بالكريمه البيضاء. ايوه انا اقصد او تتعمل طواجن، في ناس بتعملها طواجن بتبقى جميله قوي. لا انا اقصد شوربه السيفود او تدخل في شوربه. طبعا هي شوربه السيفود اساسي فيها الحاجات دي. صوبيا خضر، دي صوبيا خضر صح، دي عامله 100 جنيه. ده لحمه بيض كده من جوه، طبعا بيبقى فيها البيض بتاعها من جوه اهو. مصيش 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 55 جنيه بالشوي. وطبعا احلى حاجه دي شوي او سنجاري. وكمان انا برضه بنشوي على الفحم البوري ده بيبقى روعه. الله اكبر عليك. شوي على الفحم كمان احسن حاجه. والله حلو قوي. يعني اكثر حاجه متميز فيها الدراك اللي مشوي على الفحم. الدراك بس انا والله الدراك يعني خلصان عندي بفضل الله. ده عندنا ده الشبار ده حاجه ما شاء الله عليها برضه، بس انا البطن نظيفه وسمك سميك. ده طبعا الشبار او البرتي بكام الكيلو؟ الكيلو ب 25 جنيه. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.